شبك له عرضه ميمي 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 قد يصوب الى ميمي قد يصوب يصوب يا ولد يا ولد ان الساليه يكون البطل مهند علي تياغو بيزيرا موسم الماضي 9 اهداف مع الخور لعبت الكره بالراس الله هالي خطيره بالنسبه للساليه مرت ميمي الله المنطقه الدفاعيه يبعد ما زالت الساليه الان في وضعيه هجوميه الى نذير في الحاج على القائمه الثانيه اخطر 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 رايح في الموسم الماضي لكن عرضيه عرضيه راسيه خطاره الله الله لصالح اي السيلية مدثر لميمي ميمي انطلق تقدم يسدد فريد شوشان في وقت كان دفاع منتخب تونس فيه مخيف ولا يستطيع احد المرور من امامه لكن لنادي السيلية ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة خطيرة رامير ضيان كرة في الجهة اليمنى تلعب عالية داخل الله امام تياغو تياغو البرازيلي مهند الله على تنفيذ الركنيه كره تلعب عاليه